Thank you.
الفرس يريد اللي في يخدم في راسه اللي يخدم في راسه مش كون يعملوا في راسه بالراس من الراس يعملوا في يعملوا في الباس كله يعملوا في الراس بالجنين انت عشتي حجولة قرعة يا عجل انطاق على برشا حاجات ها؟ قلت له في الراس به يا عجل انطاق على برشا حاجات كيرك هيك الوجاعة اللي تتشكى منها عام 12 ظهري 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 تظلي عشرة في ظهره ما قلقش الشلاط نتاعي شلاط شنية متشكر انا صغير امي عملتني مرتين وثلاثة مرات عرفت اللي صبعي تنفخ تحت عليه قعد منفوخ وازرق شلطت لي يدي براهي طلعته ولا نفسي اخي نتاع الشلاط هذايا خفيف على اللفت يا ريه مش كيف كي مش التشليط راه مش سهل مش اي واحد يشلط في حكمة راه التشليط مش ضربان راه قدام الكبار اللي عندهم عندك اس اسمه هكا جماعة القصرين وسبيبه ثقافة ولا وعي كيف تعملوا تعددوا شباب